مشروع مسام مشروع إنساني تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ابتدى البرنامج منذ منتصف 2018 على أن يعمل في المناطق المحررة من الأراضي الجمهورية اليمنية والتي عرف عنها بكثافة زراعة الألغام فيها، وانتشر فيها فرق مسام ابتداء من ذاك التاريخ من محافظة الجوف وانتهاء في الساحل الغربي. يعمل مسام بشكل دائم انه باستهداف المناطق عالية التأثير والمناطق التي مأهولة بالسكان ومساعدة النازحين للرجوع إلى قراهم، وكأولوية أولى كل ما ينزعه مسام من باطن الأرض من ألغام أو عبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة كأساس لعمل مسام هو أن يتم التخلص منها وتدميرها وتفجيرها، لكن لا يتم استخدامها مرة أخرى من أي طرف كان من الجمهورية.